السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. النهاردة هنبتدي مع بعض الكورس الشتوي وأولى فيديوهاتنا النهاردة، وركزوا معنا في كل التفاصيل اللي هقولها علشان تفاصيل مهمة جدا. طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على أهله وصحبه أجمعين. بصوا يا جماعة، ده قماش قطيفة شتوي في منتهى الجمال والروعة، تمام؟ ناخد بالنا أهم حاجة، أنا بدرس القماش بتاعي. يعني إيه بدرس القماش بتاعي؟ بصوا، اولا القماش بيبقى كده، المفروض البرسل على البرسل، برسل القماش يعني طرف ونهايه القماش. طيب الناس اللي ما عندهمش مكنه صناعي، ما عندهمش مكنه يعني ايه هقول نوعها كويس، هيلاقوا صعوبه شديده جدا في انهم يتعاملوا مع القماش القطيفه. وده للاسف، لان طول السنه بنقول لازم نختار مكنه كويسه علشان نعرف نشتغل بيها، تمام؟ طيب ده القماش بتاعي، ما فيهوش عيوب الحمد لله. لازم اشوف المطه بتاعته واتجاهها اهو زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ الاتجاه بتاع المطه ده اهو، يعني انا هستخدم القماش كده بالطول، ده في حاله انه انا ما عنديش رسمه ولا اي حاجه، تمام؟ طيب في حاجات لازم اخد بالي منها، هشتغل شتوي لازم يكون عندي مقص رقم 10، مقص رقم 10 سواء السلس او سواء اللون الاسود، ده هما كلهم ايطالي بس رقم 10، تمام؟ علشان يقدر يتحمل معايا طبقات القماش الشتوية. طيب الحاجة التانية، وانا بشتري القماش لازم اخد بالي ان القماش ما يكونش فيه عيوب. احيانا القماش الشتوي بيكون فيه عيوب كتير جدا، فناخد بالنا كويس جدا، تمام؟ طيب لان احيانا طبعا انت بتروحي تشتري قماش شتوي بدري شويه، فهتلاقي ده مركون او شايط او متخزن لسه ما جابوش بضاعه جديده، كل ده لازم تتاكدي منه، تمام؟ طيب اتاكد منه طبعا، اتعامل مع ناس سمعتها كويسه. طيب الحاجه الثانيه، انا هشتغل حاجه على حاجه عندي، يعني انا مش متمكنه في الخياطه قوي ومعرفش في الخياطه قوي، وكورس الشتوي بتاعنا في يعني 95% بدون بطرون، فلازم اخد بالي من نقط مهمه جدا. زي ما قلت لحضراتكم المطه اهي او الليكره اهي، تمام؟ هنا القطيفه لازم اشيل البرسل لاني هلاقيها بتجمع معايا في القماش، فلما اقص البرسل ده القماش هيفرد معايا ويبقى انسيابي. لو انا هعمل على عبايه عندي او جلابيه عندي، لازم اخد بالي من توافق الخامات. يعني ايه توافق الخامات؟ يعني لو انا القماشه اللي هعملها بتمط بالشكل ده، لازم تكون الحاجه اللي انا هقيس عليها برضو فيها نسبه مطه. طب شايفين دي ما فيهاش، يعني انا لو بلبس دي مظبوطه فدي مش هتبقى مظبوطه لان دي كده بتمط فبتدي وسع معايا اكتر، تمام؟ لازم اخد بالي من توافق الخامات، دي مش هتنفع، تمام؟ طيب يبقى لازم اخد حاجه زيها بالشكل ده اهو، ايوه دي كده زيها، تمام؟ يبقى انا لازم اخد زيها. طيب الحاجه اللي بعد كده ايه؟ الحاجه اللي بعد كده والملحوظه اللي لازم اخد بالي منها وانا ببتدي في الخياطه، انه اللبس الشتوي يزيد 2 سنتي عن الصيفي في الخياطه، لازم ازود 2 سنتي. لازم اعمل حسابي ان في تتقيل تحت اللبس ده، ولازم اعمل حسابي انه لو انا هعمل جاكيت هعمل بلطو، لازم اعمل حسابي انه يكون واسع، وفي مسافه اسمها مسافه الراحه، المسافه اسمها مسافه الراحه، ولازم احفظ الكلام ده كويس جدا وادون كل معلومه بتعلمها. باجي هنا واقول الكورس الشتوي بدون بطرون، ليه ورقه وقلم وليه كراسه؟ بتتحكي علينا تقعدي تقولي لنا بدون بطرون وسهل لنا الموضوع، جيب لنا كراسه وجيب لنا اقلام، احنا عايزين حاجات سهله، اسهل مما تتخيلوا. لكن علشان تكتسبي خبره في الخياطه لازم تتعلمي تدوني كل جمله بتسمعيها. انا مش مهم عندي تجيبي كراسه تفصيل في كورس بدون بطرون، الكراسه التفصيل دي مهمه في بطرون، بدون بطرون استخدمي اي كشكول، استخدمي اي كراسه، اكتبي فيها المعلومات الهامه زي الملابس الشتاء عايزة مقص ايطالي 10 مقاس 10. طيب لو انا استخدمت مقص عادي مش مقاس 10 عشان انت بتعقدي الدنيا وتخلينا نجيب حاجات غالية، المقص العادي ده تمام، حامي شوية، لو حامي شوية تمام، اهو مكتوب عليه ايطالي عشان الناس بس تسألني
اعرف ازاي انه ايطالي؟ هو محفور عليه، محفور مش مكتوب كده وخلاص، هو محفور عليه انه ايطالي، في حفر هنا اسمه ايطالي. تمام. طيب هنا نفس الحكايه، بس ده من المقصات الغاليه والعزيزه عليا جدا جدا، ما بستغناش عنه، اول ما تجيبيه تلاقيه تقيل بس ايديك هتاخد عليه. تمام. لازم يكون مقص ايطالي 10 مقاس 10 عشان يقدر يستخدم معاكي طبقات القماش. انت عندك طبقات من القماش تقيله محتاجه تقصي مره واحده عشان ما يجيش عندك، يعني عندك مثلا الفرو ده، ما ينفعش بقى ان انا اخد طبقه طبقه واقصها، يعني ما ينفعش اخد طبقه كده لوحدها، لازم اعمل الطبقات عشان تطلع مظبوطه. في اصواف، في كرهات، في قماش تقيل يحتاج منك مره واحده. طيب المعلومه الثانيه، يبقى انا دي كده اول معلومه عرفتها. المكنه يا ساده، المكنه لازم تكون مكنه كويسه، قلنا مره واحده تكون مكنه كويسه. ليه بقى؟ ندخل الشتاء بقى الامور كلها تتكشف. يعني ايه؟ طيب اول حاجه بس نقول ان افضل ثلاث مكنات هم السان سير والجوكي والجاك، دي الناس اللي ايه لسه ما جابتش مكنه وبتخطط للمشروع بتاعها. تمام. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس كتير تقول لك ايه مكنه سودا اتعلم عليها. طيب اتعلمي عليها في الصيف، قماش الملايات هيسلك فيها، قماش قطن هيسلك فيها، بكتير بكتير قوي سوفت مثلا مش عارف في سواي. تعالي بقى خش في الشتاء واتكشفي بقى قدام المكنه بتاعتك، هتلاقيها ما بتخشش في القطيفه ولا الفرو ولا الاصواف ولا بتعمل طبقات قماش. ما انت عندك هنا الاصواف طبقتين قماش وفي بطانه في النص، مش هتخيط معاكي حاجه. ونبتدي بقى نفضل نسال استخدم ابره ايه، دواسه ايه، كل ده كلام فاضي. حلول مؤقته، مسكن، انا بعتبر ان كل الادوات دي مسكن، لكن هي ما بتخيطليش خياطه حلوه. ما اقدرش اعمل مشروع يا جماعه من مكنه سنجر سودا، والله ما ينفع. كان زمان ممكن، لان زمان كان السنجر بتخيط الكاستور الجلد التقيل، انما دلوقتي مفيش. هاتي حته جبردين كده خيطيها تحت المكنه دواسه، عمود الابره يتكسر عندك ما تعرفيش تصلحيها. فهمتوا كده ازاي؟ فلازم اخد بالي من النقط المهمه دي. تمام. يعني ايه معلش ما خيطش؟ خيط على ايدك ارحم، لان انت المكنه هتزهقك اصلا. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا اول حاجه واول ادوات انا بعملها، عندي شراء القطيفه، عندي شراء القطيفه، اتاكد من نوعها، لان انا عندي انواع، عندي قطيفه فرنساوي، عندي قطيفه هيقولك تركي، عندك قطيفه شعبي اللي هي سعرها اقل شويه بس ما ينفعش في لبس الخروج خالص، دي بالكاد يعني ايه بتبقى فيها جلابيه في البيت، بيجامه في البيت، لكن لما تيجي تخرجي لازم يكون في قطيفه فرنساوي او قطيفه جيده جدا. وركزي لان في قطيفه بتبقى لونين بتقلب كده، ما بحبهاش خالص، ما بحبش القطيفه دي، فركزي لان ممكن يبقى حالك بدون ما تاخدي بالك، ودي بتحتاج معامله خاصه وانت بتشتغلي. تمام. طيب اول فيديو معانا هيكون في الكورس هيكون عباره عن العبايه البيتي، عبايه القطيفه البيتي، وهنعملها بزعبوط كده خفيفه وحلوه وسهله، تقدري او تقدر اي ست بيت او ربة منزل تقدر تنفذها بسهوله. محتاجه ان انت تدوني الحاجات دي، تيجي بعد كده ربنا يكرمك، عايزه تعملي قناه على اليوتيوب يبقى عندك معلومات، عايزه تعملي مشروع خياطه في بيتك يبقى عندك معلومات، عايزه تعلمي حد يبقى عندك معلومات. فاتمنى اني ما اكونش طولت عليكم في الفيديو ده وقلت لكم اهم الحاجات، واللي بتشترك ان شاء الله ربنا يكرم وهتتعلمي. والله الفرق بين اليوتيوب وانضمامك لجروب الواتساب ان ممكن على اليوتيوب تنفذي وراي خطوات، لكن ما تبقيش عارفه هي صح ولا غلط. اللي بتيجي على الواتساب بنقعد نتابعها طول الوقت، لا دي صح دي غلط، عيدي دي، اعملي دي، لا الموديل بتاعك كده لازم يتغير. في كل الحاجات دي هي اللي بتفرق معاكي من انضمامك للواتساب او من متابعتك من خلال اليوتيوب. بشكركم جدا جدا واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.